حلقة جديدة من عمال ايديا. زي ما انتم عارفين موسم جميل جدا، ألف ب طبيخ، يعني هنتعلم الطبيخ من أول وجديد. بس أنا هحط لكم شوية تاتشات كده، بما إننا في الموسم الجميل جدا جدا بتاع الاحتفالات، هنعمل مع بعض وصفات احتفالية حلوة، صفر تكون مشرفة. هنعمل مع بعض النهاردة فراخ بصوص البيستو أو صوص الريحان الجميل جدا، وهنعمل اللحمة مع الرز، طبق فخم قوي. نطلع فاصل ونرجع على طول. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي وصفتنا والمقادير معانا. هنعمل النهارده الفراخ، صدور الفراخ الحلوه جدا، هنعملها بصوص الريحان. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي الريحان، الجبنه البارميزان، الصنوبر، الكريمه، المرقه، مكعبات خضروات، وعندي الثوم، وصوص الباستو ده جاهز. انا بس هحطه كده سنه معاه، انا بس عايزه اوريكم ازاي بيتعمل بالظبط. زي ما انتم عارفين الفراخ انا دايما بتبلها بمية البصل أو بالبصل ملح وفلفل، بس بما أننا النهاردة هنعملها بالصوص الجميل فأنا هحط عليها بس شوية ملح وشوية فلفل. شوية ملح وشوية فلفل كده، حلوين قوي قوي. وهي هحط لها هنا شوية زيت، فمش هضطر أن أنا أحط في الطاسة زيت خالص. اهو لذيذة جدا الوصفة دي، وصفة جميلة قوي قوي قوي، سهلة وسريعة ما تاخدش وقت تماما معانا. عايزين نحمي كده الزيت على ما الزيت يحمى. تعالوا نعمل الصوص بتاعنا. الصوص سهل قوي سريع، بيطلع حلو جدا. انا هعمل شوية من الكمية، مش هعمل كله. هحط هنا شوية من الريحان مع شوية من الصنوبر، عندي الجبنة البارميجان، وهحط معاها الثوم وزيت الزيتون. أكلة حلوة جدا جميلة، وعايزاكم دايما دايما تعملوا حاجات مختلفة متنوعة حلوة علشان نبقى مختلفين. اهو زيت الزيتون كده، وممكن احط لها نقطتين من الميه علشان بس ايه يمشي معايا، يعمل يبقى ليتل بيت اوف صوص، مش عايزاه يبقى ايه ناشف. بصوا لونه بيبقى جميل ازاي، بيبقى حلو جدا. هزود له شويه من الريحان، مش كتير، شويه من الجبنه. انا كده بكون الصوص بتاعي بعمله، وبعد كده هحط بقى دلوقتي الايه الملح بتاعي اهو. نقفل. اهو كده انا عملت الصوص حلو جدا. يلا تعالوا بقى اطلع هنا دي كده. ايوه معلش اهو. يلا تعالوا بقى نرجع تاني. دلوقتي عندي الطاسة سخنت حميت، هشوي الفراخ. كده زي ما احنا شايفين
يلا تعالوا بقى نظبط هنا وايه نبدا في الصوص. هودي دي هنا واجيب الوك بتاعي اعمل الصوص الحلو جدا. اول حاجه هعملها هجيب نقطتين زيت في الايه في الوك بتاعتي او في الحله او في الطاسه. نجيبهم ونحط هنا. هحط رشه بسيطه جدا اهو كده. اول ما احس ان هي ايه بصوا بدات كده التومه تعمل معايا هنزل الصوص بتاعي الجميل اللي احنا عملناه صوص الريحان. ريحان مع الصنوبر مع الجبنه البارميزان اهو كده. هقلب بصوا فريش حلو لونه نفسه جميل جدا جدا اهو كده. الصوص ده بنستخدمه للسلطات بنستخدمه لحاجات كتيرة جدا. وهزود معاه الجبنة كده. هديله بقى من الصوص الجاهز شوية. انا عملت معاكو ده علشان تبقوا شايفينه وعارفينه. في ناس بتجيب الجاهز برضو مفيش مشكلة. حد مش عايز يحط من الجاهز اصلا ما تحطوش. هو كده انتوا عملتوا الصوص ولما بيقعد شوية بتلاقوا لونه ادى لون جميل جدا اهو. بصوا بقى كده اول ما احس ان الجبنة بدأت تسيح معايا هدوق واشوف لو محتاجة احط مكعب المرقة ولا الطعم حلو ومظبوط. الطعم عندنا حلو قوي لان انا حطيت معاه الملح مع الجبنة البارميزان فاوريدي مش هحتاج ده فهنشيل ده على طول من الوصفة مش محتاجين خلاص. اهو هو اوريدي طعمه فعلا جميل. هحط بقى الكريمه وكده يبقى الصوص جاهز عندي. هنحط النص كوبايه من الكريمه على الكميه اللي احنا عاملينها ونقلب كده. صوص باستو جاهز بس يمسك في بعضه وبعد كده اعمله مع الفراخ. تعالوا كده الصوص خلاص تقريبا جاهز. نطلع فاصل بتاعنا نحطه على بعض يكون الفراخ شويناها واستوت. نجيب الوصفه الثانيه ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف قد ايه الباستو صوص طالع لونه اخضر حلو جدا. يعني احنا عاملين حاجه برضو تليق بالمناسبات اللي احنا فيها. اعياد جميله عاملين الفراخ اتشوت بطريقه حلوه قوي الصوص زي ما انتم شايفين. ونحط على الوش الريحان جبنه بارميزان مبشور يدي منظر حلو قوي. الوصفه الثانيه اللي معايا هعمل رز اصفر بقطع اللحمه. دي سهله جدا. الرز الاصفر انا عاملاه جاهز بس لازم اقول لكم التريكه بتاعتي وانتم برضو اكيد عارفينها لان احنا عملنا مع بعض الرز الاصفر في الموسم بتاع الف ب طبيخ الموسم الجديد بتاعنا. تعالوا اقول لكم ايه هي المقادير. عندي الرز هجيب رز. عندي الكركم. عندي المستكه. المستكه من الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا لازم تسيح في حاجه دهنيه. ومعاه الحبهان وبشوحه كده وبعدين احط الرز عليه بشويه زيت الاول. بعدين بعد ما بيشرب الميه بقوم حطاله مكعبين من الزبده يدي طعم حلو يسيح معاه. نقفل الغطا هوب تلاقوا طعمه بقى جميل وتشربه ويجنن. دلوقتي اللحمه اللي عندي لحمه بنتبلها هوريكم ازاي. وبقطعها زي ما انتم شايفين كده اوكي شرايح تتقطع اوكي جميل قوي قوي قوي. هتجيبوا بقى لحمه البيكاتا لحمه البفتيك كده وبندقها علشان تكون حلوة وطرية معانا. وبنقطعها زي ما انتوا شايفين كده شرايح مش رفيعة ومش عريضة يعني وسط اوكي اهو. حلو جدا. يلا اللي هعمله دلوقتي تعالوا معايا اهو. يلا هجيب هنا كده تتبيلتها سهله بسيطه
شويه بصل اهو، وحبهان مطحون كده، شويه ملح، وشويه فلفل كده اهو. جميل جدا جدا جدا. وهنا عندي الشواية بتكون جاهزة، هحط هنا عليها شوية زيت كده مع التتبيلة. التتبيلة دي طبعا لو عرفتوا بقى تقعدوها فيها أكتر تطلع طعمها أحلى وأطعم بكتير طبعا. أهو كده، وهقوم حطها على الشواية تاخد إيه التشويحة الحلوة بتاعتها. تعالوا بقى نشوف إيه الحاجة التانية اللي أنا هعملها، وهي الرز. عندي هشوحه، اللحمة تتشوي وتبقى جميلة جدا 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 اهو. يلا بينا، هشيل ده كده، هجيب هنا الزيت اهو، هجيب شوية زيت صغيرين قوي 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 كده، واشوح بيهم الايه. عندي هنا البسلة الأول، هنزلها تاخد تشويحة حلوة. أيوة كده، يلا. طبعا احنا بنبقى سلقينها نص سلقة، وهي لما بتاخد الشوية بتطلع حلوة جدا جدا معانا اهو كده. حاجة مختلفة جميلة، ألوان كلها مبهجة، وده اللي احنا عايزينه دايما، الألوان المبهجة. يلا نحط الرز بتاعنا، رز اصفر جميل معمول بالكركم، حلو قوي قوي قوي. يلا كده، وهديله تقليبه، الميكس ده بيبقى جميل جدا جدا جدا. يلا شايفين حلو ازاي اهو كده. الله الله الله. يلا هعمل ايه دلوقتي؟ هحط معاها مكعب واحد صغير من الزبده يسيح معاهم، ياخد كده ايه الروح والطعم، وتلاقوا كده الرز دايب في بقكم. لما يتحط عليه كمان بقى اللحمه، قطع اللحمه بيبقى ياه روعه. تعالوا كده، ابدا ان انا ايه اجيب الطبق اللي هقدم فيه، طبق الغرف بتاعي. يلا بينا طبق التقديم. يلا بينا، طبق جميل جدا. طبعا في الاوقات دي مش عايزين اي حد متخاصم، مش عايزين اي حد متخانق، مش عايزين اي حد زعلان، بالعكس احنا عايزين كل الناس تبقى مصالحة بعض، وكل الناس تبقى بتكلم بعض وتعزموا بعض، العيلة الصحاب لموا بعض دايما دايما، واعملوا حاجة جميلة علشان دي المناسبة السعيدة، ده المفروض. تعالوا بقى، مناسباتكم السعيدة كتروها، يعني لما بصدق الاقي اي احتفال عشان احتفل، اعملوا كده، هاتوا اي احتفال واحتفلوا. نغرف مع بعض، يلا هنغرف بقى الايه الرز الحلو قوي قوي قوي. بصوا لونه جميل ومبهج مع الجزر والبسله، بيدوله كده طعم ولون ونكهه جميله جدا، وده اللي احنا دايما عايزين نعمله في الايه في المناسبات وغير المناسبات. طبعا انا بحاول اديكم التاتشات دايما، بس انتوا كمان دايما ابعتولي وقولولي طلع عامل ازاي ورايكم فيه كان ايه وكده. يلا اهو، والطبق بتاعنا بقى في العزومه، عايزه طبق بقى كده ايه، حاجه شدادي مدادي، الناس كلها تقول واو حلو قوي ويجنن، وطعمه مش بس حلو كمان شكله كمان حلو جدا. يلا حلو قوي اوكي، يلا بينا. عجبهم قوي 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 في الكنترول، بيقولوا طعمه يجنن. مش هدوقكم بقى، شكله حلو مش هدوقكم. يلا تعالوا نشيل، وانا عامله طبعا شاويه لكم لحمه علشان برضو ايه
محضرة نفسي يعني علشان وقت البرنامج، عايزة أعمل لكم كل حاجة كل حاجة، مش عايزة أي حاجة تفوتكم. أهو كده بصوا بقى لما يتحط على الوش الستيك اللي احنا عاملينه الجميل ده اللي هو اللحمة كده، جميلة جدا جدا جدا، طبق كامل اهو. محتاج بس العيلة تتلم وأجمل صحبة وإيه ويتاكل على طول اهو. كده عملنا مع بعض وصفة جميلة جدا جدا جدا. لأحلى الأكلات عزومات اهو، حلو جدا. بصوا كده عايزاكم تجربوا الوصفة. عملنا مع بعض أول حاجة كانت الفراخ، عملنا فراخ مشوية، فراخ مشوية بصوص الريحان الباستو صوص مع الجبنة، حلو جدا جربوه. وتاني وصفة معانا كانت الرز الأصفر، عملناه بالبسلة مع الجزر وحطينا على الوش اللحمة المشوية. أتمنى يكونوا وصفتين حلوين، مناسبات جميلة وسعيدة، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من عمايل إيديا.